محبة إخوتي وخياتي، نلتقى مرة جديدة مع بعضنا خلال هالأسبوع العظيم المقدس لحتى أكثر وأكثر نقدر من خلال الرتب الطقسية والليتورجية والصلوات اللي عم تقدم لنا إياها الكنيسة نقدر أكثر وأكثر نكون عم نعيش أحداث الألام والأحداث الخلاصية لنقدر نكون شركاء مستحقين مع القائم من بين الأموات. نحن اليوم إخوتي بيوم الخميس العظيم المقدس، وهذا اليوم المليان بالأحداث وبالرتب وبالصلوات، وكنا قلنا بحلقة سابقة إنه بحلقة الأولى إنه خلال خميس جمعة سبت الكنيسة رح تطول صلواتها، رح تكتر من التقشفات ومن الحسنات والصدقات لحتى تساعدنا أكثر وأكثر إنه نقدر نكون عم نفوت بأجواء هذا الأسبوع العظيم المقدس. يوم الخميس إخوتي كمان كنا ذكرنا بالحلقات السابقة في عنا صلاة السحر أو صلاة الختن، يلي عادة مفروض أنه نكون عم نحتفل فيها يوم الأربعاء المقدس مساء، وكنا قلنا وشرحنا أنه يوم الخميس تركز الكنيسة في صلاة الختن على العشاء الفصحي، وتركز أيضا على التلاميذ المجتمعين في العلية مع الرب يسوع الذين يتناولون العشاء، وكيف أن يهوذا يغادر الكنيسة ويغادر العلية ويذهب لكي يبيع السيد، بينما كان التلاميذ المجيدون في غسل العشاء يستنيرون، كان يهوذا الكافر يظلم بمرض محبة الأموال ويسلمك أنت القاضي العدل إلى قضاة أثمة. فانظر يا عاشق الأموال إلى الذي من جرائها عمد إلى الشنق، أهرب من النفس غير القانعة التي جسرت بمثل هذا على المعلم، فيا من هو صالح للجميع يا رب المجد لك. الكنيسة هي وعم بتصلي معنا هيدي الصلاة إخوتي عم تسعى لحتى ترجع تذكرني بأهمية هذا اللقاء، اللقاء مع الرب القائم، مع الرب يلي عم بيستقبلني بالعشاء، مع الرب يلي بده يكون عم بيغسل لي إجري، مع الرب يلي عم بيشركني بجسده ودمه. فإذن هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية هي تكريس زيت التائبين، حكينا عنها البارحة وقلنا وشرحنا أهمية التوبة لكي ندخل في الألام الخلاصية وشفاء الجسد وخاصة شفاء الروح. وأيضا هذه الرتبة، رتبة زيت التائبين، رح تذكرني أيضا بأهمية غسل المائدة المقدسة، وهي الرتبة يلي رح نكون عم نحكي عنها. أيضا في هذا اليوم المبارك في عنا تكريس الميرون المقدس. الميرون المقدس إخوتي في الكنيسة البيزنطية بنستعمله للمعمودية وفقط للمعمودية، ببعض الكنائس الأخرى يمسح الكاهن بالميرون المقدس أيضا، وأما في الكنيسة البيزنطية المعمد يثبت ويمسح بمواهب الروح القدس، موهبة الروح القدس يمسح وللكاهن للمعمد على كل حواسه بيقول له موهبة الروح القدس أمين، وبيكون عم بيثبته وعم بيختمه ختم موهبة الروح القدس. وأيضا الأسقف يستطيع أن يمسح ويبارك الأيقونات المقدسة. لهالسبب إخوتي نحن بنعطي كل هالأهمية للأيقونة، لأنه الأيقونة هي كتاب مقدس مصور ومكتوب بالأشكال الهندسية والألوان، معمولة بإذن من السلطة الكنسية، معمولة بوقت صلاة وتوبة وصوم وتقشف، ومباركة أيضا بواسطة الكاهن ببركة بالماء المقدسة أو الأسقف ببركة بالزيت والميرون المقدس. وأيضا في هذا اليوم عندنا صلاة الغروب وقداس باسيليوس، وأيضا في الكاتدرائيات عندنا رتبة الغسل المعروفة عادة يلي منشوفها، ولكن في الأصل رتبة الغسل هي محصورة في الكاتدرائية في الكنيسة البيزنطية مع الأسقف وكهنته. الأسقف يغسل أرجل 12 كاهناً من كهنته. أما في الرعاية الأخرى
فنحن عنا رتبة غسل الموايد كمان بذكر إنه رح نرجع نحكي عنها. ومساء في عنا رتبة الألام، خدمة الألام الخلاصية يلي معروفة بخدمة الاثناشر إنجيل يلي خلالها كمان بيتم الصلب والزياح بالصليب. خلينا نحكي شوي إخوتي عن الصلاة قبل الظهر يلي منكون عم نعيش فيها، صلاة الغروب وقداس باسيليوس الكبير يلي بهذه الرتبة، بهذه الصلاة، بهذه الخدمة، المحور الأساسي يلي بده يكون حقيقة عم بيحركني هي عبارة يسوع المسيح لتلاميذه: ثقوا أنا قد غلبت العالم. فإذا يسوع المسيح يلي بده يخدني معه إلى جبل الزيتون، يلي بده يخدني معه إلى مسرح قلب الإنسان، يلي بده يخدني معه إلى حيث جرت المعركة الحاسمة بين الله والشرير، وحيث ينتصر الله وتنتصر الحياة وينتصر الحب، عم بيذكرني ويقول لي: ثقوا لقد غلبت العالم. لهالسبب في صلاة الصباح منبلش بصلاة الغروب، وبيكون عندنا ثلاث قراءات من العهد القديم. القراءة الأولى من سفر الخروج نتذكر فيها كلام الرب لموسى على جبل سيناء، وكما أن موسى صعد على جبل سيناء لكي يأتي بكلمة الله بالوصايا ويقدر يحط الشريعة للناس، كمان الكنيسة عم تعمل لي مقارنة ومقاربة وتقول لي كذلك يسوع صعد إلى الجلجلة ومن على الصليب قدم الشريعة الجديدة للعالم ولخلاص الإنسان. بالقراءة الثانية بنقرأ قراءة النبي أيوب أو أيوب وحديث الله مع أيوب يلي بيقول له فيه: أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ هذه الطريق إخوتي بتجي الكنيسة لحتى تذكرني بيسوع المسيح الذي يقول: أنا الطريق وأنا النور، أنا نور العالم، وثقوا لقد غلبت العالم. بالقراءة الثالثة نقرأ مع أشعيا النبي: رجل الأوجاع الذي حمل عنا معاصينا، لحتى نرجع نتذكر أنه يسوع المسيح هو حمل الله الحامل خطايا العالم. ومنختم بالإنجيل يلي بذكرنا بألام السيد. ومن بعد قراءة الإنجيل إخوتي وخلال قراءة الإنجيل بيكونوا خدمة الهيكل عم بيعروا المائدة المقدسة والموائد الجانبية، وعم بيحضروا كل الأواني المقدسة لكي يتم غسلها. هذه الحركة إخوتي يلي منعيشها بهذا اليوم المبارك لحتى تذكرنا الكنيسة بالحاجة إلى تجديد ولبس ثوب العرس. نحن منكون عم نحضر يسوع المسيح، عم نلبسه الأبيض، المذبح يرمز إلى يسوع المسيح. نحن من بعد ما الكاهن يبخر ويرش المي والمورد على المذبح وكأنه يطيبه مسبقا كما فعلت المرأة الزانية، وكما قال له يسوع لتلاميذه: هذه المرأة يلي هلأ عم تعمله عم تستبق دفني، عم تستبق تطييبي أنا وميت. نحن كمان بالكنيسة منكون عم نحضر ومنلبس حاليا، هلأ شايفين المذبح لابس اللون الليلكي يلي بيرمز إلى التوبة وبيرمز إلى الحزن، ولكن لما منغسل الموايد من يوم الخميس صباحا منلبس يسوع المسيح، منلبس المذبح اللون الأبيض لحتى نقول هذه الألام الخلاصية يلي بدنا نعيشها هي ألام قيمية. هذا المسيح الذي يتجه إلى موته هو يتجه إلى قيامته. هذا الصلب يلي نحن عم نشوفه ليس بمعنى الخسارة، وإنما هو الانتصار، هو الغلبة، هو انحدار الموت، هو انحدار الجحيم، هو الغلبة. فأين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا جحيم؟ بهالمعنى إخوتي في الكنائس عادة نحن نغسل الموائد ونستعد مع يسوع المسيح في مشوارنا، نحن وطالعين إلى الجلجلة، إلى بستان الزيتون، إلى الألام الخلاصية. مرة جديدة إخوتي
بودعكن وبذكركن دايما يسوع بيحبنا، إله المجد. أمين.